الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا. النهارده من خلال حمله سلامتك برعايه شركه ميرك هنتكلم عن مرض السكر. الناس كتير وهي قاعده بتتفرج علينا هيقول لك ممكن يقلب ويقول لك مش تبعنا، احنا ما عندناش السكر. اي حد ما عندوش السكر يقف بقى ويفتح التلفزيون كده ويركز معانا، لانه دي حمله توعيه معموله لما قبل السكر، للناس اللي احنا مش عايزينهم يصابوا لا قدر الله بمرض السكر. انا بيشرفني في الاستوديو استاذه الدكتوره هدى الراوي، استاذ الغدد الصماء والسكر بكليه طب القصر العيني. اهلا بحضرتك يا دكتور. صح كده؟ مش احنا عايزين الناس ما يجيلهاش السكر؟ في الحقيقه هو ده هدف الحمله، ان احنا عايزين نلحق السكر قبل ما يحصل، مش هنستنى لما يجي العيان بسكر ونبتدي نعالج. هو ينفع اصلا اللي حضرتك بتقوليه ده ان احنا نلحق السكر قبل ما يحصل؟ طبعا، هو ده اللي ما بنسميه مرحله ما قبل السكر. ازاي نشخص ومين اللي يتشخص؟ والمرحله دي يعني مهمه جدا عشان ممكن نمنع حدوث المرض نفسه. لو اتبعنا بعض الارشادات او بعض الادويه البسيطه العيان بيخف تماما. جميل. وهو ما يصابش بمرض السكر بالذات من النوع الثاني. طيب ايه اللي يخلي حد طبيعي مش حاسس بحاجه، ما عندوش مضاعفات لا عرقان ولا يعني حد طبيعي خالص يروح يكشف سكر؟ هو في الحقيقه في حاجات لازم الاشخاص اللي يسمعونا دلوقتي يخلوا بالهم. يعني اي واحد وزنه زياده. تمام. يعني ايه وزنه زياده؟ المفروض رفلي كده لو طوله مثلا 160 سنتي، لو وزنه اكتر من 55 كيلو يبقى ده بداية وزن الزيادة. احنا علميا بنحسبها بحاجة اسمها معامل كتلة الجسم، يقيس وزنه ويقسم وزنه بالكيلو على طوله بالمربع طوله بالمتر. هيطلع رقم، الرقم ده لو اكتر من 25 خلاص انا دخلت في مرحلة زيادة الوزن. هنا لازم افكر اعمل قياس السكر، وفي ارقام معينة لما بتطلع بننبهك لا انت في مرحلة خطر، الحق نفسك بسرعة. تاني حاجة، حد عنده تاريخ عائلي في العيلة، الأقارب القريبين قوي، والدته والده عمه خاله عندهم مرض السكر بالذات النوع التاني، لازم ده يروح يعمل سكر بدري. واحدة جالها سكر أثناء الحمل وراح، لازم تعمل تشيك دائم، لأن زي ما بنقول نعالج قبل ما يحدث المرض. طيب هو سكر الحمل ده احيانا بيروح واحيانا بيكمل؟ بالظبط، لو إيه كمل يعني هو مناعه انسولين، هو سكر الحمل عباره عن مناعه انسولين. ايه اللي يخليه يروح يعني وايه اللي يخليه اللي يخليه يروح؟ ان واحده فهمت ان عندها قابليه للسكر انه يكمل، فابتدت تاخد احتياطاتها في الاكل، في رياضه، وزنها ينقص، تمام، تخلي بالها من الكلام ده، خلاص خلصنا من موضوع السكر. غير العوامل الجينيه والوراثه، واحد كل حياته سيدنتري، قاعد على طول على الكرسي، بياكل ويشرب وينام، ما بيعملش اي نوع من الرياضه. ممارسه الرياضه مهمه جدا، ولو قليل مستدام، وده المهم. ان مش هعمل النهارده واقعد شهر ما اعملش، يعني يا ريت نعمل سكيدجول كده لنفسنا ان احنا 5 ايام في الاسبوع لو قدرنا نمشي بس نص ساعه هيحمينا قوي. في بعض الحالات الهرمونيه اللي عندهم مثلا تكيس مبايض، وده مرض مشهور جدا عند الستات، كل يعني الستات طبعاً اللي قاعدين معظمهم هيبقى عارفه، دول عندهم قابليه شديده برضه لدخول في السكر. فمهم جدا الناس دي تراعي انها لازم تعمل تشيك اب لنفسها ان شاء الله كل سنه مره، بالذات بعد سن ال 20 او ال 30. يعني انتم بدأتوا تقللوا السن؟ انا ملاحظه كده انه حملات التوعيه بدأت تقلل السن، يعني كنا زمان نبتدي ما نفكرش بقى غير واحنا لسه شباب وفي عز شبابنا، ايه اللي يخليني اروح اكشف وكده. انما حضرتك يعني تتكلموا في فكره التوعيه من السن الصغير قوي ده؟ لان حضرتك احنا ملاحظين ان الاحصائيات الدوليه كلها بتقول ان في تقريبا 4.5% ل 5% من سكان العالم فوق 20 سنه عندهم سكر. يا ساتر. فاذا لازم نهتم قوي، وما فيش حاجه اسمها سن ما يجيلوش سكر، بلد ما يجيلهاش سكر، فصيل معين بمستوى معيشه معين ما يجيلوش سكر، السكر طيب بيدخل كل بيت. طيب احيانا اشوف حد تخين قوي قوي، تخين قوي قوي قوي، فيقول لك ده من السكر، واحيانا اشوف حد هزيل وخس خالص ويقول لك ده من السكر، فانا مش فاهمه ايه الفرق بين الاثنين. هو حضرتك بدايه التشخيص ساعات بيبقى انه فقد وزن رغم انه بياكل كتير. يعني من اهم الاعراض اللي بيلاحظها المريض اللي هو في بدايه المرحله ما قبل السكر، انه بقى بيحب الاكل زياده، بيجوع زياده، ومع ذلك ربما بيفقد وزن. بيفقد وزن ليه؟ لان انا باكل وعندي مناعه انسولين، والانسولين بيزيد، افراز الانسولين يزيد عشان يواجه مناعه الانسولين. لو مثلنا الانسولين كانه مفتاح،
وخلية الجسم كأنها باب لكالون، المفتاح يدخل في الكالون يفتح الباب الجلوكوز يدخل الخلية. في مناعة الإنسولين المفتاح مش لاقي الكالون فمش عارف يدخل، فبتضطر خلايا البنكرياس تطلع زيادة في الإنسولين عشان كم كبير يقدر يدخل. الإنسولين بناء للدهون فيزود الوزن قوي. طيب لما يحصل بقى في مرحلة ما الإنسولين يقل، مش هعرف اعمل الميتابوليزم بتاع جسمي فهبتدي اخس. فالعيان اللي بيخس ده دليل كمان ان انسولين عنده بقى قليل مش شغال كويس. طيب نسمع مثلا عن انه يقول لك لازم تظبطي السكر بتاعك، هل تظبيط السكر بالانسولين بس بالاكل بالرياضه يعني تظبيطه بيكون ازاي؟ احنا متفقين في كل المؤتمرات وفي كل الكونسنسس العالميه ان اهم حاجه اللايف ستايل، نمط الحياة اللي احنا بنعيش ده مهم جدا. نظام الأكل، نظام الرياضة، الوزن، دول أهم حاجة بنقعد وناخد وقت مع العيان جدا عشان يتظبطوا، حتى لو هو مش حابب لازم يغير عاداته السيئة. دي أول حاجة. تاني حاجة احنا بيتقرس ما بيتقرس من العيان؟ يعني ومش لازم يتقرس، احنا لازم ننبه الناس، احنا مش عايزين هي يتقرس. الناس للأسف ما بتتنبهش غير لما تيجي تقوم واقعة فيقول لك ما انت لازم تخس وتبطل تدخين وتلعب رياضه، وفجأة انه لازم يعمل مليون حاجه لو كان عملها من الاول بالظبط كنا خلصنا. وعشان كده دي بقى اهميه الحملات دي ان احنا نوعيهم، خلوا بالكم السكر مرض لطيف لو تعاملنا معاه صح، ومرض قاتل لو اهملنا، فعلا كلمه قاتل بمعنى كلمه قاتل. احصائيات العالميه بتقول ان كل 6 ثواني في حاله وفاه من مضاعفات السكر. السكر هو العامل الاساسي لفقد البصر، العامل الاساسي لفشل الكلوي، العامل الاساسي للسكتات الدماغيه والجلطات القلبيه ودخول المستشفيات بسبب هبوط في عضله القلب. بيسبب في كثير من الاحوال بنقص الترويه في القدمين ويسبب بتر في الساقين. يعني كل الحاجات المرعبه اللي احنا بنقولها، انا ما احبش في الحقيقه دايما اقول لعيانين الحاجات المرعبه كتير، لكن لازم نقول في التوعيه للسلام خلوا بالكم عشان تاخدوا بالكم احنا مش عايزين الحاجات دي تحصل. طيب بالنسبه لسكر الاطفال يا دكتور، يعني لو طفل ده يعني ما لحقش في دنيته يعمل ولا يعمل عادات سيئه ولا حاجه وفجاه بيحصل له السكر ده، سكر الاطفال حاجه تانية غير النوع التاني. لا ده النوع الاول. النوع الاول في الاطفال 90% او اكتر بيبقى مناعي، مناعه ذاتيه بتهاجم خلايا فبتكسرها، فبيبقى عنده كم الانسولين اللي بيفرز ضعيف جدا. فحله الوحيد انسولين. عكس النوع الثاني. النوع الثاني ربما في البدايه يكون عنده انسولين زياده جدا زي ما قلت لحضرتك مش عارف يشتغل. علاجات السكر في النوع الثاني تختلف بقى من اقراص او انسولين، وفي عندنا منظومه دوليه كل سنه بتحط ريكومنديشنز المفروض ندخل بايه وايه وايه، بس يعني مش بروتوكول واحد يمشي على الكل. هو في جايد لاينز يعني في امور متفق عليها، ولكن في عندنا عيان صغير، عيان كبير، عيان عنده مرض قلب، عيان عنده مرض كبد، لازم نراعي الكلام ده واحنا بنحط روجيتة العلاج. فمش كل البروتوكول بتاع الدولي لازم يطبق بحذافيره، لا. احنا عندنا العيان هو مركز الاهتمام. طبعا. بنفصل العلاج للمريض زي ما بنفصل البدله، كل واحد ليه سايز وليه حاجه بتناسبه بالظبط على حسب سنه وعلى حسب صحته وحسب مضاعفات موجوده معاه ولا لا، حسب شغله، حسب الرياضه بتاعته، الاكتيفيتي بتاعته، كل ده بيحدنا في حاجات نقدر ندخل بيها. طيب هل يا ترى اللايف ستايل لما بيتظبط هل ممكن العيان يستغنى عن علاجات السكر او كده ولا لا؟ بص حضرتك في الايرلي يعني في بداية المرض ومرحلة ما قبل السكر يمنع حدوث السكر تماما. ودايما نقول ان احنا لو ظبطنا حياتنا، نزلنا وزننا، نظمنا اكلنا، لعبنا رياضة، بطلنا تدخين، 4 حاجات ضرورة جدا جدا عشان يحصل منع لحدوث مرض السكر من النوع التاني. وفعلا ده بيحدث، يعني بنشوفه في عيانين كتير قوي. احنا دلوقتي بقينا نعمل سكريننج في الحالات اللي انا قلت لحضرتك عليها في العيادات، وفعلا بنقدر نمنع حدوث النوع التاني. اللي مش هيسمع الكلام هيكمل ليتر اون. طيب في النوع بقى اللي هو خلاص دخل وجاله السكر، هل تظبيط الجسم يعني لو حد عنده سكر بياخد انسولين وكده، الخسسان كل ده بيتظبط يعني بيظبط، وكل ما كان بدري كل ما كان احسن. يعني اول ما الواحد يعرف ان عنده سكر يلتزم جدا 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 بالكلام ده. فقد الوزن مهم قوي، لان من 5 ل 10% من وزني نزلته
بيظبط السكر والضغط الاثنين، وقد نستغني عن بعض العلاجات اللي كان ماشي عليها. ودليلنا على كده عمليات السمنه والتخسيس دلوقتي طبعاً. ان في عيانين كتير بس لازم يكونوا في بدايات المرض، مجرد ما وزنهم بينزل فعلا بيستغنوا عن معظم ادويه السكر. فدي حاجه مهمه. لكن احيانا والله يا دكتوره فكره اللايف ستايل دي، يعني واحد يروح يعمل عمليه والعمليه تقول له انك ما تاكلش كذا وكذا وكذا، بس يروح يشرب عصاير او ياكل ايس كريم او دمر ياكل معرفش ايه، يبوظ العمليه. العمليات دي المفروض حتى دكاتره الجراحه عارفين ان هم ما فيش حد يعمل مثلا تكميم معده لواحد ما بياكلش، ده عايز حد بالكي حب ياخد كميات كبيره ويفهم بعد كده انه هيحافظ عليها ازاي. الباي باس بيفهم هيحافظ عليها ازاي، مالتي فيتامينز. بس طب ليه احنا ندخل نفسنا في عمليات القصص دي؟ صحيح. نحافظ من البدايه ان احنا نراقب وزننا، كل ما نلاقي كميه زياده عن الطبيعي نلحق نعمل رياضه، نظبط اكلنا، الدنيا هتمشي افضل واحسن يعني. في حال العمليات دايما اشوف انه حد مثلا عنده عمليه ملهاش اي علاقه بموضوع السكر ده، ويفضل واقف، يعني فتق مش عارفه ايه، يفضل واقف علشان سكره مش عايز يتظبط. فانا مش عارفه يعني بيقولوا ايه، لا ندخله عند دكتور عشان يظبط له السكر. طب ما وما بيعرفوش يظبطوه، بيفضل قاعد فتره. في راي حضرتك ليه؟ لا في الحقيقه احنا لما بيجي عيان قبل العمليه بنظبطه ان شاء الله في 12 ساعه، ما فيش حاجه اسمها ما بيتظبطش، يتظبط. الفكره بيدخل اللي هو لازم يلتزم. لازم يلتزم. تظبيطات السكر الجراحيه لابد انها تبقى تظبيطات عاليه دقيقة جدا. بأدوية ولا بإيه؟ بإنسولين المفروض. يعني هو داخل عملية هيبقى بالإنسولين، في يدخل يتحجز يوم قبلها بنظبطه كويس. ليه الكلام ده؟ لأن جرح مريض السكر صحيح بيعتمد على مناعته. هل هيجيله التهابات في الجرح بتاعه ولا لأ؟ لأن كل ما السكر عالي فوق 200 مناعتي بتقل جدا. عشان كده حتى السنان ما نخلعش الضرس الا لما يكون سكري تحت ال 200. انا اللي اسمعه يعني واللي افهمه انه او اللي اعرفه انه الدم ما بيقفش خالص طول ما في سكر مش متظبط، يعني يفضل ينزف، بيفضل ينزف كتير. لا لا مش يعني مش الجروح ما بتلتئمش. لا لا هو عدم التئام الجروح في مريض السكر نتيجه لزياده نسبه الالتهابات ومعاملات الالتهابات في الجسم. عشان كده بالظبط. فلازم ظبط السكر قبل واثناء العمليه وبعد العمليه لحد التئام الجرح. تمام. وبعد التئام الجرح، لان هو السكر المظبوط هو الهدف بتاعنا. صحيح. ده ضروره يعني. بس ارقام السكر بتختلف طبعا في 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 ما قبل السكر عن مريض السكر. طيب يعني انا دلوقتي لو انسان طبيعي وقاس السكر بتاعه المفروض يلاقيه كام؟ لو السكر العالي كام؟ وهل العلو السكر بيختلف من حد لحد؟ يعني ممكن حد يبقى 200 فتقول له كويس، وحد تاني 200 ده تقول له لا عالي؟ بالظبط. مرحله ما قبل السكر نشخصها ان واحد يصوم 8 ساعات اوفر نايت، يعني بالليل يصحى الصبح بعد 8 ساعات صيام يروح يعمل سكره، المفروض ما يزيدش عن 100. لو وصل من 100 ل 125 كل دي ارقام ما قبل السكر. يعني دي بنسميها ريد فلاج بقى، ده علم احمر خلي بالك. لو عدى ال 126 بقى رب احتماليه السكر وارده، لان ما اقدرش اشخص بقرايه واحده، لازم يعمل قرايه ثانيه. صايم مرتين اكتر من 126 بقى مريض سكر. ياه. في معظم المعامل عشان نشخص كمان بالافضليه ان احنا نقدر نحدد بعد الاكل بقى اخباره ايه، بنجيب العيان صايم نقيس له السكر، بعدين بياخد جرعه جلوكوز مجمعه 75 جرام تقريبا، ونقيس له بعد ساعتين من الجرعه دي المفروض لا يتعدى ال 200. من 140 ل 199 ده ارتباك سكري. عدى ال 200 بقى سكر. فاحنا لحد 140 طبيعي، من 100 ل 140 طبيعي بعد الاكل، من 75 ل 100 طبيعي صايم. في معامل سكري اسمه الخضاب السكري، ده تجميع سكر الثلاث شهور. ده برضو ليه ارقام مهمه جدا. لو تعدى 6.5% ده سكر. من 5.7 ل 6.4 شوفي، 1 من 10% فرق ما بين السكر وما بين قبل السكر. فالبري دايابيتس بنشخص انه يبتدي من 5.8 الى 6.4. طيب الاكل بقى يا دكتور،
يعني ايه الاكلات اللي ممنوعه تماما عند مرضى السكر؟ طبعا الجاتو اللي مش عارفه ايه، انما هل النشويات خطر؟ هل يعني ايه الحاجات اللي يعني ممكن تحذرها؟ في الحقيقه مريض السكر ما بنمنعهوش غير من الحلويات والسكر الطبيعي، يعني حتى السكر الطبيعي ليه وزن معين، يعني بنديله مثلا معلقتين سكر في اليوم ما يتعدهمش. طب كويس. او يستخدم البيفرج الثانيه اللي هي السكر الدايت او كده نقدر نستخدمه. بالنسبه للرز للمكرونه للعيش، لا بياكل بس كميات محدده حسب وزنه، يعني بياكل مع كل وجبه بس ما يجمعش نوعين نشوي، يعني ما ياكلش رز وعيش، ما ياكلش ده بطاطس. بياكل رز وبطاطس وعيش، ما ينفعش. هو هنا بقى نقول بطاطس ورز. لا ما ينفعش، يعني لازم نوازن الامور. هناكل كل حاجه لحد مثلا المحشي في مصر ما فيش حد بيقدر يستغنى عنه طبعا. فبنقدر نوزنه، نقول له على قد 4 5 معالق رز هم دول بتوعك. الاقلال من الدهون مهم جدا، يعني الشغل بقى المصري الحلو بتاع المطبخ الجميل بتاعنا اللي مليان سمنه وزبده وزيوت ومقليات، كل ده نبعد مريض السكر تماما لان جزء مهم. كل ده دكتور حاجات كلها هتفتح النفس مغرق وحاجه غل بالتاكيد. كل الحاجات دي فعلا بتؤثر مضره جدا لان مريض السكر جزء من العوامل الخطره عنده ارتفاع دهون الدم. السكر مش مرض جلوكوز، السكر مرض اوعيه دمويه. فالكوليسترول يعني في يقول لك ده انا ما اكلتش خالص ويبقى ضارب بطه مثلا كده. احنا بنقعد بقى ناخد الهيستوري ده بالظبط كده حضرتك. مكلتش والله مكلتش انا ما باكلش، مش عارفه انا بدخل ليه، انا ما باكلش، سكري بيعلى ليه، وتاخدي الهيستوري بتاعه تلاقيه بياكل كبده، بياكل مش عارفه بطاطس محمره، كل صينيه مكرونه بالبشاميل، هو ده ما بياكلش. فلازم ناخد هيستوري ده حتى قد كده ونقعد وقت ونفهم في الدايت بتاع العيان. مهم قوي الفاكهه مثلا، يعني في انواع فاكهه، في حاجه اسمها جلاسيميك اندكس لكل المواد النيوتريشنال، في حاجه اكلها ترفع السكر بسرعه في الدم، وفي حاجه اكلها ما ترفعوش بسرعه. ايه بقى الحاجات اللي ترفع بسرعه؟ اشهرهم المانجا طبعا، التين، العنب، الموز المستوي، الموز اللي هو مسمر كده من بره، الموز الاخضر شويه ده لا ما يرفعش جامد. طبعا الرز من الحاجات اللي ليها جلاسيميك، الرز ترفع بسرعه جدا. فالحاجات دي، العسل بجميع انواعه، الله، حتى العسل العسل الاسود مثلا والعصير العصاير السكريه كلها. طب ايه الفاكهه الحلوه اللي ممكن ياكلوها؟ الفاكهه اللي مليانه الياف كلها جميلة، البرتقال، الرمان، يعني البرتقال، اليوسفي، الجوافة، الكمثرى، الموز لو مش مستوي. طب الرمان كنتالوب. ايه؟ الرمان هايل، ما فيش ناس ما تحطش عليه سكر. طيب طبعا البطيخ، الكنتالوب والعائلة بس البطيخ ليه كميات محددة لأنه برضو مفيش نص بطيخ كده أقول لك. ما البطيخ من الحاجات المفيدة جدا لأن في المادة الحمراء بتاعته الصبغية دي فيها مادة مفيدة جدا للسمنة، فمن الحاجات اللي ما بنمنعهاش بس نقننها، يعني ما ناخدش منها كميات كبيره. فبنقول مثلا 4 كيوبس أو 5 كيوبس ما يعادل حجم البرتقاله يقدر ياخدها. تاني حاجه ان الفاكهه ما تتاخدش ابدا مع الاكل، لا قبل ولا بعد. ايه ده؟ تتاخد كسناك. إيه ما بين الوجبتين. ده احنا الفاكهه اساسي بعد البتاع، صينيه الفاكهه تطلع تتحط بعد الغد. ده الصح، لان الفاكهه من المواد الهاضمه القويه، فلما ناخد فاكهه مع الاكل تهضم الاكل فتمتصي كل السكريات. يعني ده صح ولا غلط؟ صح، لكن إن في مريض السكر انا مش عايزه كده. مش عايزه كل أوكي. السكر يمتص وتبقى الدايجيشن بتاعه او الهضم بتاعه جيد جدا لدرجه ان انا امتص كل سكريات الوجبه. فانا ببعده عن اي حاجه تساعد على هذه المنظومه. طيب في ناس بتقول لك النظام النباتي ده احسن حاجه لمرضى السكر، الكلام ده صح ولا؟ بص حضرتك، بالعكس، البروتين الحيواني من الحاجات اللي بتعمل سلوينج او بتقلل امتصاص المواد الغذائيه بتاعتنا، فمش مش مش وحش ان انا اخلي مريض السكر، لكن وليس باسراف. يعني طبعا. لو ادينا المشكله في الاسراف يا دكتور، مره في اليوم لحوم حمراء، مره في الاسبوع لحوم حمراء، او ومره مرتين في الاسبوع اللحوم البيضاء. بياض البيض ما فيش منه مشكله، وعلى فكره صفار البيض ما فيش منه مشكله بس مش باسراف، يعني لو خد يوم بعد يوم عشان اللي عندهم كوليسترول بيخافوا قوي منه. نقدر السمك طبعا. طبعا، ما هو ده من اللحوم البيضاء، يعني الفراخ او الاسماك. الحاجات اللي الفراخ زي الاسماك ولا عشان الفراخ فيها شويه دهن؟ لحوم بيضاء فهي تمام. الورك بتاع الفرخه اتقل من الصدر كمان، بنعتبره من اللحوم الحمراء.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتيني يا دكتوره، ومجموعه يعني توعيه ومعلومات في الفقره بتاعت حضرتك الحقيقه كبيره. اتمنى ان مع حضرتك. انا اسعد، ربنا يكرمك، واتمنى انه مريضات السكر تاخد بالها من القصه دي، وما قبل مريضات السكر والناس اللي يعني مش شايفين انه عندهم مشكله يركزوا في كل معلومه قالتها استاذ الدكتوره هدى الراوي، استاذ الغدد الصماء والسكر بكليه طب القصر العيني. نورتيني يا دكتور، شكرا لحضرتك. شكرا ليكم مشاهدينا، ونشوفكم على خير في الحلقه القادمه ان شاء الله.